عايز اقول حاجه وعايز اعمل حاجه، ولو جينا نتكلم في السياسه ناس بتحرف لك كلامك، كل اعدائك في خصوم في سكك تانية بياخدوا لك يحرفوا لك. فجوايا الفنان تعبان، متازم وتعبان، لغايه العاشر من رمضان ولغايه موقف الراجل اللي يشوفه اي حد زي ما يشوفه ويختلف عليه من يختلف. انا مش هقدر اشوف الفريق السيسي، الفريق اول عبد الفتاح السيسي، غير انه راجل بجد. شفت راجل لقيت كل ما تيجي عليه الكاميرا عينيه بدمع. اه ليه؟ والله 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 ما اعرف، بس شايف ابويا، يعني شايف فيه بطل وشايف مستحضر روح ابويا الله يرحمه، شايف فيه راجل يعني راجل جدع. وحواليه ناس انا كنت بخرج مع ابويا وبروح معاه وحدات، وكنت بشوف يعني ايه ضابط الجيش ده، المؤسسه الوحيده اللي عمرها ما فيها لا لعب ولا تلاعب ولا الكلام ولا الاختراق. فجاءت الكلمات، عاوزين ما جاتش الكلمات، احنا قاعدين بنتعشى انا والدكتور يحيى البستاني والمستشار مرتضى منصور، بنتعشى في مكان ما. فيحيى البستاني اخويا ده راجل جميل قوي. طبعا. فقال لي انت فين يا عم؟ بس بشكل كده، كانت دبابات بتعدي من قدامنا من الجيزه، انت فين هتعمل ايه؟ كنا 6 رمضان وانا الفيزا العمره بتاعتي 9 رمضان، ان انا امشي 9 رمضان واخد الفيزا انا وامي ومراتي، والسنه اللي ما بروحش فيها العمره انا بتحصل لي فيها حاجات وحشه كتير. لا اله الا الله. يعني انا في سنه جليت فيها العمره كانت اسوأ سنين عمري. مهم. فقلت له يحيى نلحق اعمل حاجه؟ قال لي هنعمل ايه بس نعمل امتى؟ احنا عايزين ننزلها. قلت له انا نفسي اكرم الناس دي في العاشر من رمضان اللي ابويا وعمي اتصاب فيها اصابه قاتله واروح البيت يا استاذ محمود الاقي نفسي بطلع تيمه كده وانا قاعد بدندن مع نفسي، قلت لك بالكلمه دي وتسلم الايادي تسلم يا جيش بلادي، ولقيت نفسي بكمل اللي تارا وليرا طب تارا كمل تيرا تارا لحن ما كملتش كلام، ورحت مكلم احمد عادل موزع ورحت له البيت بالليل، قلت له احمد في تيمه هي الله وزع، وانا من الناس اللي بتجيد الكتابه على اللحن، يعني دي كانت كانت من اهم ما يميزني وانا شاعر يعني الحمد لله. زي حسين السيد يعني على اي لحن ندرة دي مش اي شاعر بيجيد. فكتبت، فرحت اخذت الباراجراف ده ورحت لاحمد عادل موزع، فقال لي ده هنكرره، قلت له كرره وهنبقى نكتب، بس لو كررناه يا احمد هيبقى لونجير وممل. طب عايز نكسر، اديني مايك والريتم شغال، قلت له اعمل التيمه دي وتنلي ندلي وللا لتيرا لديرا لدلي ورنا لتاري لديرا لتارا لتيرا تا. لطيفة بسيطة حنينة على القلب. وبعد ما عملت ده والغريب في 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 الموضوع يعني قلت لك انها استشرت ان كانت مصر بتدور على بطل ورمز، وكنت بتدور على جملة تقولها، وجدت معاه ضربت في وقت مناسب جدا. وقت متنشن. كل كلمة، وعندي النص على الغريب البسيط اللي كتبه مصطفى. ولو فكر مصطفى سمير. قوله قوله غنيه يا استاذ سمير بعد اذنك. عاوز اغني المقطع بتاعك. خليني طيب قول اتفضل. ده اللي حميلي ارضي. ألف مئة مليون تحية. دول مليار. ألف مئة مليون تحية. مجيش على بال حد يعني مش سهلة. بسيطة جدا لكن مش سهلة. ألف مئة مليون تحية من المجند للفريق. رجالتنا المية مية اللي رسمونا الطريق مني ليك أبسط هدية تحية للرجل الجريء. وفجأة الكاميرا زوم ان على الفريق عبد الفتاح السيسي، فالناس تشعر براحة ان الحامي البطل المغوار الذي تنتظره مصر اهو، فالناس اطمأنت وسعدت واقتنعت.